تلاميذ سنوات الرابعة متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نموذج لاختبارات الفصل الأول الخاص بالسنة الدراسية 2021-2022. قبل ما نبدأ نتمنى إن شاء الله تبارطاجي لا فيديو باش تكون الاستفادة يعني للجميع. alors je commence par lire le texte. نبدأ نقرأ لكم النص، le texte، les questions، بعد نجاوبوا au fur et à mesure، يعني الإجابات راح تكون مع الأسئلة. Alors, je lis le texte. Lors d'un forum scolaire, des adolescents discutent à propos de la guerre, ce phénomène barbare qui menace l'humanité. Yani, أثناء منتدى ولا أثناء يعني ندوة إكسترا مدرسية، تلاميذ لي زادوليسون تكلموا على حول كان يعني كان الموضوع حول الحرب يعني لا كير. سو فينومين باربار، هذه الظاهرة الوحشية الباربار سوفاج كي مناس لومانيتي، التي تهدد الإنسانية. La guerre est cruelle. Elle détruit l'humanité. يعني حاجة رهيبة، حاجة مش مليحة. Elle détruit l'humanité. يعني تهدد الإنسانية. يعني تهدمها. Détruit. Cause la mort. يعني تسبب الموت. La douleur. الألم. La tristesse. الحزن. Est-il juste de tuer l'autre parce qu'il est différent de nous? يعني est-ce que من العدل أن نقتل الآخر؟ باسكو ماهوش كيفنا، يعني مختلف عنا. سيكسكلام سيباستيان. دونك هنا هذه الجمله راهي اونتر غيومي، هذه راهي قول نتاع سيباستيان اثناء لو فوروم هذا. جو بونس كو لا غير ايت اون سورس دو هان. شوف هنا لو جو فيرب دوبينيون جو بونس، دونك هنا اللي تحدد هو شخص ممكن يكون سيباستيان. Je pense que la guerre est une source de haine. هنا قال لك اظن، هنا ومد في رايو، نظن باللي الحرب هي مصدر للكره وللاضطهاد، اضطهاد الشعوب، الكره بين الشعوب والاضطهاد. Cette bêtise détruit et assassine l'amour. يعني هذا الشيء، يعني هذا الخطا، الشيء الرهيب، يعني مش ملي ماهوش مليح، من بيتيز détruit تهدم وتقتل الحب والتعاون والأخوة بين الناس. En effet, le genre pardon la guerre est toujours à l'origine des malheurs des peuples. إذن هنا il justifie, il explique, la guerre est toujours à l'origine des malheurs des peuples. يعني الحرب هي دائما السبب نتاع لي مالور نتاع لي بوبل، السبب نتاع الاحزان، سبب كل ما هو يصرى للشعوب، اللي ما هو اشياء مش مليحه تصرى للشعوب. يعني الاساس نتاعها ولا الاصل نتاعها هو الحروب. On tue des enfants. نقتلوا اطفال innocents. نقتلوا اطفال ابرياء. Des femmes, des sœurs, des vieillards, chouyours, incapables de se défendre. مش قادرين باش يدافعوا على انفسهم. Surtout chouyours, les sœurs ou les enfants. Afin d'obtenir des richesses éphémères, réplique Lisa. Donc, هنا هذا الرأي تاع ليزا. قالت لك هنا يقتلوا أطفال، نساء، شيوخ، إكسترا، باش يتحصلوا على على الثروات، يعني الزائفة، يعني اللي ماهيش دايمة. ريبليك ليزا، هنا ريبليك معناتها جاوبت سيباستيان. سيباستيان هنا يسكسكلام، قال لك اسكو سي جوست باش الانسان يعني يقتل اخوه باسكو ماهوش كيفو. هنا على ريبليك هنا جاوبتو، عطاتو الراي نتاعها، هذا الراي نتاع ليزا. دونك فاش عرفوا باللي القول نتاع فلان، هنا نعمل لي فيرب هادو، ريبليك سيكسكلام، هادو نسميهم لي فيرب دو بارول. فيرب دو بارول جاي من بارول، جاي من بارلي، يعني لو فيرب الفعل اللي يبين باللي هذا الشخص ليزا ولا سيباستيان راهم تكلموا وقالوا حاجه ومدوا رايهم فماه في لا غير. باغ ايور، هنا ان ارتيكولاتور دورغانيزاسيون عطانا فكره. La guerre détruit des infrastructures, des usines, des écoles, des hôpitaux. Là, la guerre
تهدم الطرقات، البنايات، ليزوزين يعني المصانع، المدارس، ليزوبيتو، المستشفيات، دي فيل، مدن، اي ميم دي بي انتي. ويقدر تقدر حتى تهدم دولة بأكملها ولا دول بأكملها. أنسي ليغاك لا سيري اي بيان دوطخ. هنا مدلنا أمثلة، أنسي هنا عطانا أمثلة، عطانا مثال على العراق وسوريا اي بيان دوطخ اون فيو سيكولي تو لي زيفور دان سيكل دو ديفلوبمون ا كوز دو لا غير سيفيل اي دو لانجيرونس. هذوما الدول ليغاك العراق وسوريا، هنا كل ما بناوه، كل التقدم اللي داروه، البناء اللي داروه اكسيتيرا، راح بالحرب، الحرب الاهليه اللي راهي في العراق وفي سوريا. لي بوبل سو تو، انا غير سيفيل يعني لي بوبل سو تو، يعني الشعوب تقتل بعضها، سو ديشير سو ماساكر ديكلار سيباستيان. دونك هنا رجعنا لسيباستيان، زاد رجع تكلم مع ليزا. دونك سي تان فوروم، سي تان فوروم معناتها كل واحد يمد الراي نتاعو. روحو لو ديرني باراغراف نتاع لو تيكست. جو كخوا كو بور ان فينير افيك سو فينومين، هنا راي اخر دوك نشوفو راي من. جو كخوا كو بور ان فينير افيك سو فينومين، يعني هنا اظن بلي باش كي باش نقدروا هنا فو ماركي كان دي تيغي، لي تيغي هنا هذوما المطه هذه تبين بلي كل مره واحد يتكلم في لو فوروم. هنا كان منتدى وكل مره واحد يبرون لا بارول ويمد الراي نتاعو. الوغ جو كخوا بون نروحو دوك لو ديرني باراغراف. بون هنا نولهكم كاين دي تيغي، كل مره كاين مطه. شوفوا هنايا هادي سي تري امبورطون، مهمه هادي ليكم باش تفهموا النصوص. عندكم المطه هادي ولا هاد هناك عندنا دي غيمي، هادو هنا عندنا اشاك فوا مطه تبين بلي كاين شخص تكلم. هنا سميهم لي ريبليك، واحد يمد رايو من بعد يزيد الاخر يزيد يجي يتكلم. هنا لوتور حط لي تيغي هادو. دونك سما كاين هنا ان ديالوغ، بصح لو ديالوغ هذا كل واحد يمد رايو في لا غير. دونك جو كخوا كو بور ان فينير افيك سو فينومين، دونك انا هذا راي اخر. جو كخوا كو بور ان فينير افيك سو فينومين اون دوا سمي لا كولتور دو لا بي، لازمنا باش نحطو نهايه لهذه الظاهره، ظاهره الحروب في العالم، لازمنا نزرع ثقافه ثقافه على بي نتاع السلم، ثقافه السلم au lieu de la guerre. Au lieu yani السلم خير من الحرب. Ne pas pousser le peuple à se déchirer au nom de la diversité. يعني ما لازمناش هنا نخليو نطلبوا من لي بوبل يقتلوا بعضهم au nom باسم الاختلاف. فوالا هنا 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 لا فيزي نتاع لوتور راهي واضحه مليح في لو ديرني paragraphe. Donc c'est un texte pris d'un site internet. Bon, Rahoul, la question, en même temps, pour les questions et les réponses. Il a ou mal ijaba. Donc la compréhension de l'écrit, il y a ni fait mon nas à la 12 نقطة. معناتها الوضعية على 8 نقاط. ركزوا معايا مليح هنايا. دونك لا اول سؤال، لا بروميير كيسيون، جو شوازي لا بون ريبونس. واش يعني جو شوازي لا بون ريبونس؟ هنا لازمني نشرح لكم باسكو التلاميذ بزاف قالوا لي حنا ما نفهموش السؤال والاساتذه ما يشرحوناش، ما يعطيونا الاسئله بلا ما يشرحونا، وهي ادي اول مره وهذا اول دوفوار. لازمني نشرح لكم السؤال ونترجمه لكم باللغه العربيه. الوغ je choisis la bonne réponse، يعني اختار الاجابه الصحيحه. ا آه, le thème de ce texte est le واش يقصد انا باللو تيم دو سو تيكست اي، يعني موضوع النص. ما هو موضوع النص اللي كنت نقرا لكم فيه؟ اسكو سي لا سيجاريت، التبخ يعني التدخين، لا دروغ يعني المخدرات، ولا لا غير. بيان سور هنا الاجابه راهي لا غير. دونك يجيك هنا سؤال يشبه لهذا، روح خير الإجابة الصحيحة حسب لو تيكست نتاعك. لازمك تقرا لو تيكست مليح.
روحوا دركا للسؤال الثاني. سو تكست اي ا دومينونت، واش يعني سو تكست اي ا دومينونت؟ معناتها هنايا كيما قلت نقول لكم في الاول، كاينه هذيك المطه اللي تيغي، دونك هنا كاينه ديسكوسيون بين ليزا اي سيباستيان، كل واحد قاعد يمد رايو في لو فوروم. دونك هنا نقدر نقولوا كاين هنا لو ديالوغ، كاين محادثه، بصح واش هي لا فيزي دومينونت؟ واش هو الهدف نتاع لوتور من لو تكست؟ واش قاعد يمد لنا ولا في لو فوروم؟ هنا لا دومينات، اسكو لي ديسكريبتيف، اسكو كاين وصف هو اللي غالب في النص؟ اسكو هنا سي لا ناراسيون ولا لارغومونتاسيون؟ بيان سور هنا لا فيزي ولا لو تكست الي ا دومينونت ارغومونتاتيف. لو تكست الي ارغومونتاتيف، علاه ارغومونتاتيف؟ باسكو كل واحد قاعد يمد لنا هنا في رايو. شوفوا مليح في لو تكست هنا، نبين لكم واش هو الحوايج اللي يبينوا باللي اللي يتكلم في النص قاعد يمد في رايو. مش لازم يقول جو بونس، هنا جو بونس هي واضحه، كاين جو، كاين جو بونس فيرب دوبينيون، وكاين هنا ادجكتيف كرويل. شوفوا هنا كرويل، هنا لا كيسيون ايتيل جوست، واحد كيقول لك ايتيل جوست، هنا قاعد يمد في رايو، قاعد يدخل في النص نتاعو، في المقال نتاعو، مش قاعد يوصف، مش قاعد يحكي، هنا قاعد يمد في الراي نتاعو. دونك لا فيزي هنا ولا لا دومينونت لي ارغومونتاتيف. ثاني هاو هذا. Alors, je trouve dans le texte la définition du mot guerre. يعني هنا طلب منك تخرج من le texte la définition du mot guerre. C'est quoi la guerre? Donc, la guerre est un phénomène barbare qui menace l'humanité. La guerre est un phénomène barbare qui menace l'humanité. هنا كيفاش نعرف بلي c'est une définition, تعريف نتاع الحرب، هو هنا le verbe être, est. كتلقى ايه هذه هنا لوتور اللي طون تران دو ديفينير، قاعد يعرف يعرف في الكلمه هذيك. لا كيسيون 3 جو ريبون بار فري او فو. فري يعني صحيح وفو خطا، هذه تعرفوها. لور دان فوروم دي ادوليسون، لور دان فوروم نورمالمون كاين ان فيرغول هنايا، دي ادوليسون بارل دو لور في سكولير، سي فو. Mais sur là, je profite de l'occasion, je vous dis que tout le monde est dans la vidéo. Et donc, les sujets que nous avons dans la chaîne, dans les canaux qui sont complètes, هادو سي لي سوجي نجيبوهم من لي سيت. يعني الاستاذ ما عندوش وقت باش يعني يخدم من سوجي، كل مره يخدم ان سوجي ويسجلو ويحطو في القناه. الاستاذ هذا راهو 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 بنادم وراهو من اللحم ودم، راهو خدام، يعني ما عندوش وقت باش كل مره يخدم ان سوجي ويحلو ويزيد يدير له ريزومي ويدير برودكسيون اكريت باش يحطها في القناه. حنا نروحو لي سيت نجبدو دي سوجي خدمهم الاساتذه لي كوليك نتاعنا، يعني نحييهم وباش نستغلوهم نحطوهم في القناه باش نساعدوكم. سي تو، ماهمش دي سوجي. كيقول ان سوجي خدمته انا باغ اكزومبل، راني نقول لكم لي سوجي هذا راني انا اللي خدمته، مي هادوما دي سوجي مهمش انا. حنا دايوغ شوفوا باللي هذيك لا فيليغران هذيك راهي مازال دي زيت اكزام، يعني ما نحيتهاش للامانه، يعني العلميه ماهو السوجي تاعي انا، سوجي خادمينو لي كوليك. الوغ لور دو فوروم دي ادوليسون بارل دو لور في سكولير، هنا سي فو. هنا لور دو فوروم دي ادوليسون بارل دو لور في، هنا سي فو، باسكو هنا في لو فوروم هذا يهضروا على، يتكلموا على لا غير ماشي على لا في سكولير. La discussion se passe entre trois adolescents. C'est faux. La discussion, yani le muhadatha hadik, kent bin deux adolescents. C'est tout. Lisa et Sébastien. Donc les deux hadouma rahm khata. Les deux sont faux. Mashi yani ki galek répondait par vrai ou faux, yani kaina wahda sahiha wahda ghalta. Non. Hna yqdar yemdhem lek kol sahih, yqdar yemdhem lek kol ghaltin, yqdar yemd lek wahed sahih wahed ghaltin. Lazemkom tqraw mlih lsoual, tqraw mlih la phrase w tarja3ou le texte bah ta3rfou باللي صحيح ولا خطا. لا كيسيون 4 كي دي غير دي لانتوليرونس. جو دون لونتونيم دو مو سوليني. لونتونيم يعني لو كونترير، دونك لو كونترير تاع لانتوليرونس هي سي لا توليرونس. ها هنا لانتوليرونس فيها لو بريفيكس اي ان اللي مد لنا العكس، اللي مد لنا لو كونترير. دونك كي تجي انت تمد لو كونترير نحي الاي ان هذه وها عطاتنا توليرونس، يعني كلمه سهله خلاص. La question 5, je relève du texte deux arguments qui appuient cet avis. La guerre est cruelle.
طلب منك انها تخرج دو زارغومون اللي يساند بهم الانسان اللي مد رايو، يساند يعني يجوسيفي لو بوان دو فيو تاعو، تخرجهم من لو تكست. دونك واش يبين بلي لا غير اي كرويل، باردون هنايا. الوغ لا غير اي ات اون سورس دو هان، هي مصدر الكره. هم الكلمات هذوما نيجاتيف، تلقى كلمات سلبيه هنا. مادام لا غير كرويل دونك عندنا لا هان، لا بيرسيكسيون، الاضطهاد، لا هان، الكره اونتر لي بيبل، بين الشعوب. سيت بيتيز ديتروي اي اساسين لامور، هاد لا بيتيز تهدم وتقتل الحب والتعاون والاخوه بين الانسان، يعني بين الناس. Deuxième argument, la guerre, la harb détruit des infrastructures. Elle تهدم كل البنايات، المصانع، المدارس، المستشفيات، المدن بأكملها. Donc هادو les deux arguments, les deux phrases, يبينوا باللي هادو سي لي جوستيفيكاسيون، تبريرات نتاع اللي مد رايو اللي قال لا غير اي كرويل. Pour la question 6, à partir du texte, je complète le tableau ci-dessous. Il y a un tableau, le tableau à partir du texte. Alors le texte, je complète le tableau. Je complète le tableau. Deux mots appartenant au champ lexical de guerre. Il y a des quelques autres kalimats, mais le champ lexical, le haqq al-mafhoumi, la guerre. Il y a la mort. La douleur, donc la mort, le maut, la douleur, l'alam, la tristesse, le huzn, tuer, yaktul, la haine, al-kur. Les mots kul et kuru négatifs, kul, silbiya, péjoratif. Deux verbes introducteurs de paroles, on y chassel comme tout à l'heure. Anna s'exclame, réplique, déclare. Kenana trois verbes. Un verbe d'opinion, penser, croire. Je pense et je crois. Anna fait le texte. Une proposition subordonnée complétive que peut en finir avec ce phénomène que la guerre est une source de haine. Là, عندكم le que et le que. Ben, ما تخربتلكمش مع la proposition relative. نرجع لكم le texte. On بينلك مع la هذه c'est une complétive. Bon, شوفوا هنا. Je pense que la guerre est une source de haine. Là, on dit que. بصح باش نعرفها بلي complétive. هنا لازم نلقى قبلها verb هاي je pense. Par contre pour la relative le que عنده un nom نسميوه l'antécédent باش نتفاداو التكرار نتاعو. بصح هنا علاه نسميوها complétive parce que تكمل لنا le verbe هذا je pense quoi je pense que la guerre. La deuxième نروح ان شاء الله نلقاها بركة. Voilà je crois que هاي هنا ثاني je crois que pour en finir je crois que pour en finir hein قبل le que il y a verbe je crois je pense je crois je déclare que هادو كامل c'est des complétives. Bon كملوا لي الكيسيون تاعنا نروحوا لا كيسيون 7. Le rapport exprimé dans la phrase ci-dessous et le rapport de but هنا نروحوا نقراوا la phrase هنا اجابه يعني مش هو le rapport exprimé هنايا. On tue des enfants des femmes et des vieillards incapable de se défendre afin d'obtenir des richesses. هنا سي لو بوت يعني الهدف. معناتها الهدف نتاع الحروب يقتلوا الاطفال يقتلوا النساء يقتلوا الشيوخ عندهم هدف. الهدف واش هو؟ هو obtenir des richesses يعني باش يتحصلوا على الثروات اللي كاينه في هذيك البلدان اللي يديروا فيها الحروب. فوالا. ب Je remplace la locution afin de par afin que. Donc on a dit comme afin de هذه ديرها تعوضها afin que. Donc بصح كي تعوضها afin que كاين des transformations, كاين تحويلات ديرهم في الجمله. On tue des enfants, des femmes et des vieillards incapables de se défendre afin qu'on obtienne des richesses. هنا لازمك تحط sujet مادام هنا ما قلناش شكون هما اللي فون اوبتونير دي ريشيس تستعمل لو برونون انديفيني اون كود ما عندكش غير من يتكلم تحط لو اون بصح لو فيرب تحطو في لو سوبجونكتيف كون اوبتيان دي ريشيس هذه هي يزيد هنا وعندك لو اون هنا اون تو دونك تحكي بالسوجي اللي عندك في الجمله كون جا عندك هنايا
par exemple, les Européens, par exemple, les Européens, tuent les enfants, n'attendent afin qu'ils obtiennent. Huma, yqutlu bech, yitḥaslu ala les richesses de ces pays. La question 8, je mets la ponctuation qui convient dans la phrase ci-dessous, puis je la remplace, non, je la transforme au discours indirect. Tout la ponctuation, بعد تردها au style indirect. Donc, on va la phrase. Sébastien dit, ha hinaya, نحطو deux points, ou guillemets, كي تلقى الفيرب هنا deux paroles, سؤال كيما هذا يطلب منك تحط لا بونكتواسيون واش يطلب منك انا تبين بلي راهو قال حاجه دونك باش تبين بلي راهو قال حاجه تحط دو بوين هادو زوج نقاط وتحط لي غيومي وتحطهم على الاخر هنا هذا هو القول تاعو من بعد تروح تحطو في لو ستيل انديريكت باش تحطو في لو ستيل انديريكت هنا لي دو بوين هادو زوج نقاط ولي غيومي تحط في بلاصتهم كو علاه باسكو القول تاعو هادو هذا اون فراز ديكلاراتيف كون يكون سؤال تحط كلمه خلاف كي نخدموها ان شاء الله نشرحها لكم مادام انا ماهوش سؤال سي اون ديكلاراسيون جمله ديكلاراتيف تحط لو كو هذا في بلاصه دي دو بوين اي لي غيومي دونك سيباستيان دي لو فيرب هذا اي لي او بريزون دونك لي تو ميتبدلوش دي كو لا غير اي كرويل كار ال ديتروي لومانيتي اي كوز لو شاغرين و لي غيومي هادو مال في الاخر تغمبلاسيهم بان بوان ما تحطهمش كون تحطهم النقطة تاعك راح تكون ناقصة فوالا دونك سا سي بور لي كيستيون اون باس هادي جو بروبوز ان تيتر او تيكست لا غير هنا لا غير ايت ان تيتر يعني نو سي لو تيم دو تيكست اون بار دو لا غير دونك سي لو تيتر كونفينابل برودكسيون كيت. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 16 mai journée internationale du vivre ensemble en paix. Yani l'Assemblée générale des Nations unies a été Umam Mutahida dert une proclamation yani 16 mai hada youm alami lil aish ma'an fi salam. Cette journée, Hadel Yom, sera un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix. Yani, khassou lyom hada bchi khliou had mobiliser yani possible la communauté internationale yani mouchama kamel fi l'alam kamel ykoun ma'a silm ykoun yebda l'majhoudat bach ykoun ma'a silm la tolérance et la solidarité يعني لا توليرونس يعني تقبل الاخرين مهما تكون اختلافات معاهم لا سوليداريتي هو التعاون afin de bâtir un monde reposant sur la paix باش نبنيو عالم مبني على السلم التعاون والتجانس يكون تجانس بيناتنا دونك لا كونسيغني جو ريديجي ان كور تيكست قصير يعني تيكست ارغومونتاتيف دو 10 à 12 ليني في 10 ولا 12 سطر دون لوكيل جيكسبيكري لامبورطونس دو فيفر انصامبل اون بي تبين فيه اهميه العيش معا مع بعضنا وفي سلام برودكسيون كيت ا تيتر انديكاتيف ها الاستاذ ولا الاستاذه يعني مشكورين يديروا لنا لو باراغراف هذا ا تيتر انديكاتيف يعني واش يعني ا تيتر انديكاتيف يعني كل واحد يكتب لو باراغراف حسب الاسلوب نتاعو حسب النظره نتاعو هو دونك هذا سي جوست ان اكزامبل دونك كي نجي نكتب انا دوك ان باراغراف راح نكتبو ديفيرون على هذا كي تكتب انت ان باراغراف راح يكون ثاني مختلف على لو باراغراف هذا مي عندك دي كريتير عندك مواصفات لازمك تتبعهم باه تكتب لو باراغراف دونك فيفر انصامبل اون بي هذا سي جوست ان اكزامبل فيفر انصامبل اون بي سي اكسبتي لي ديفيرونس يعني عايش مع بعضنا في سلام يعني تقبل الاختلافات اتر d'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui. Yani, nbeynou bli rana nhubou, nahtarmou, nahtarfou bil akharin, l'akharin et vivre dans un esprit de paix, n'ichou bi l'aqliya tsa l'silm ou l'harmonie, tajanus. Yani, lazemna ntqablou ba'dana, nhubou ba'dana, nichou fi salam.
D'abord, on a besoin d'abord articulateur de classement, d'organisation, d'arguments. Vivre en paix, cela implique qu'il faut considérer l'étranger comme un être humain comme nous. يعني باش نقدر نعيشو في سلام يعني هذا يتطلب باللي نعتبره هذاك ليترونجي الانسان اللي غريب علينا هو انسان مثله مثلنا حنايا يعني كيفنا par conséquent نتيجه nous devons respecter l'autre comme nous aimerions qu'il nous respecte يعني نحترم الاخر كيما نحبوه هو يحترمنا مادام انت تحبي الاخر يحترمك دونك لازمك انت تاني تحترمه دونك هذا لو بروميير سي فولي ارغومون دو بلوس بور فيفر ان بي ثانيا اضافه يعني نزيدو نضيفو باش نعيشو في سلام Il est important de respecter les droits des personnes. Les mohim n'hterm hukouk l'akharin vulnérables, d'af, nes d'af comme les enfants, atfal, mitl atfal, les handicapés, dawi l'ihtiyajat l'khassa, les personnes âgées, chouyour, les démunis, nes li yani ma andhom walou, ma andhom la sakan, la amal, ma andhomch hatta bach yichriou l'qout ntaahom. Il faut donc être bienveillant et respectueux. Donc les gens nous aimons les gens et nous les respectons, même si on est dans la situation. Enfin, خيرًا, vivre ensemble en paix, c'est aussi investir dans le développement durable à travers une économie solidaire. Les gens nous في تطور durable يعني كي دور دائما à travers une économie solidaire اقتصاد فيه تعاون et écologique يحترم الطبيعة qui prend en compte les besoins des êtres اللي ياخذ يعني في ناخذ فيه بالاعتبار احتياجات الاخرين des êtres humains et de la nature حتى الطبيعة نحترموها en conclusion نتيجة يعني هنا خاتمة Je suis convaincue que pour le bien de tous, أنا مقتنعة بأنه للخير اللي يكون الخير يعني الخير لكل الناس, nous devons choisir de vivre ensemble en paix. لازمنا نختاروا, يجب علينا أن نختار بأن نعيش جميعا في سلام. Donc هنا هذا le paragraphe c'est ben tu t'allemo comment écrire un paragraphe on a chofou le point de vue ben les arguments ben on a la conclusion في الاخر وثاني حتى الافكار اللي كاينه في الباراغراف هذا راه ملاح راحين تقتداو بهم يعني ماشي تستعملوهم برك pour avoir une note باش تدي نقطه وتنجح في البوام نو بتكون مواطن صديق صالح مواطن هذه نصيحة بك نديها لكم في الأخير بها تكون إنسان توليران تحب الآخرين تحب السعادة كما تحب السعادة ليك تحب الخير ليك تحبه للناس الأخرين دونك تحترم الكبير تحترم الصغير تحترم الشيخ تحترم الإنسان الفقير كي تقدر تساعده كي تقدر تدير حملة مساعدات تقدر تديرها دونك هذه نصيحتي برك هنا في الأخير Bon là, je vous la vidéo, mes chers élèves, vous la partagez, vous la likez, vous cliquez sur j'aime et je vous donne rendez-vous pour un autre sujet. À la prochaine vidéo et bon courage.